اسمع لنا شيخ، اذا دخلت صلاه العشاء ما صليت المغرب، دخلت مع الامام وصلي العشاء ما صليت المغرب. حاضره، كلكم حاضره؟ اي نعم. ما في احد مسافر؟ لا. السؤال الأول متعلق بمسألة من دخل المسجد هم يصلون المغرب يصلوا صلاة العشاء والعكس، كلاهما نذكر كلا المسألتين. الصورة الأولى إذا دخل المسجد وهم يصلون صلاة العشاء وهو ما صلى المغرب، فإنه يدخل معهم بنية المغرب، إذا قام للرابعة جلس للثالثة. واختلف الفقهاء في هذه الصورة، هل ينتظر الإمام حتى يسلم معه أم له أن يتشهد ويسلم حتى يدرك ما تبقى من صلاة الإمام فيدخل معه، لأن هذا أقرب إلى الصواب، ينوي انفصاله. إن قال قال ما الدليل أنه ينوي الانفصال ويسلم؟ نقول الدليل الحاجة، بدليل قصة معاذ في الصحيحين، أن الرجل لما رأى أن معاذا سيطيل نوى الانفصال وسلم، وحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم يعاتبه على هذا. أما الصورة الثانية، إذا دخل وهم يصلون المغرب وهو لم يصلي أو يريد الجمع، يريد جمع صلاة العشاء وقد صلى المغرب، أو ناس أخروا جمع تأخير وهم يصلون المغرب وقد صلى المغرب وصلاة العشاء، ففي هذه الحالة يدخل معهم ويتابع الإمام على كل شيء، إذا سلم الإمام يقوم يأتي برابعة.